السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على مدينة جديدة تاع فليفيلا الواقعة في الجهة الشرقية لمدينة سكيكدا، حيث أن المدينة هذه جديدة، عرف التطور كبير، لكن طالها يد العشوائية واليد المافياوية والمتاجرة بالعقار وتغيير المسارات نتاع المخططات نتاع المدن اللي كانت مخططة في الأول. وأنا هذا المشروع نتاع فليفيلا تابعته منذ أكثر من 10 سنوات، ودرت عليه فيديو. المدينة هذه الجديدة نتاع فليفيلا درت عليها فيديو، وهنا نشوفها راهنا هنايا، نشوف بعض المخططات هنايا موجودة، بعض الأماكن، لكن للأسف الشديد، وهذا راجع إلى غياب الرقابة، وراجع إلى عدم المسؤولية، التخلي عن المسؤولية والتخلي عن المتابعة. للأسف الشديد اللي كان راح يكون مدينة رائعة، يعني طرف البحر، هنا جاية على البحر، فيها واد يفصلها على 2. شوف الواد هنايا، كان ممكن يكونوا جسور هنا، جسرين أو 3 شابين هكا، جسور رائعة، وتكون امتداد نتاع المدينة هنا إلى هنا. كان جزء تاع اسمه زعرورة، والجزء تاع فليفيلا، لكن للأسف الشديد نلاحظ هنا مثلا غزو البناء الفوضوي، هنا غزو البناء الفوضوي هنا، وهذا يعتبر هذا على ما أظن هذا قصدير، هذا قصدير. شوف يا عجب، أحياء قصديرية، وهنا كذلك أحياء فوضوية للأسف الشديد. وهذه المدينة الجديدة فيها منطقة سياحية، شوف هنا، نلاحظ هنا هذا فندق جولدن تيليب، رويال تيليب نتاع سكيكدا، فندق 5 نجوم. لكن المنطقة راحت في كيل الزيت، راحت أخذت اتجاه آخر. وأنا هنا ملومش المواطن، ملومش المواطن، مواطن هو لازم عليه يسكن، هذا حقه. لا ألوم الإطارات والمسؤولين، علاه ما كملوش، علاه ما نظموش هنا، يعني إذا كان فيه عمليات تاع توسيعة. أنا مانيش ضد بناء الفيلل هنا، هادو نشاهدهم، هادو صار فيلل هنايا، انا مانيش ضد بناء الفيلل، بالعكس شي جميل، افضل من بناء العمارات، لكن وراهي التهيئة، وراه التخطيط هنايا. هنا منطقة كانت في البداية فيه تخطيط، هنا فيه تخطيط، لكن يعني التخطيط العام بتاع المدينة غايب،
غايب، فيه سكنات فوضوية غزات الموقع هذا. والله قضية التوسع العمراني في الجزائر أصبحت نقطة سوداء، الله يجيب ساعة الخير. السلام عليكم.